مشاهدينا على قناة شوف تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم رمضانيات. اليوم نزلنا الشارع باش نسولوا المواطنين سورة الإخلاص شحال فيها من آية. بغيتوا تعرفوا الإجابة؟ يلا معنا. سورة الإخلاص شحال فيها من آية؟ سورة الإخلاص واخا نعطيك اختيارات، فيها أربعة خمسة ولا ستة؟ في أربعة. أربعة متأكد؟ متأكد منها أربعة. وخا نقول لك تقراها لينا؟ إخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. سورة الإخلاص شحال فيها من آية؟ أربعة. أربعة؟ أربعة ثلاثة ولا ستة؟ أربعة. أربعة. أربعة متأكد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله عليك، وهذه الإجابة الصحيحة، ما شاء الله عليك. كلمة تقولها للمشاهدين؟ صراحة كنوصي للجميع في الشهر المبارك على الصلاة، أهم حاجة هي الصلاة، حيتاش ما يمكنش أنت صايم وما كتصليش. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وكنتمناو من الجميع اللي صايم فهمتي تكون واحد الأخوة، ما يكونش ذاك الصداع، راك عارف مع رمضان كلشي كيولي مناوشات، بنادم كيولي على سبة. نتمنوا من الناس يضبطوا النفس ديالهم، وكنشكر الجميع وكنشكر يصبر على شيء هذاك الشيء اللي كاين. السلام عليكم. بالنسبه لسوره الاخلاص شحال فيها من كنظن؟ اربعه. اربعه تبارك الله عليك، والاجابه ديالك صحيحه ما شاء الله عليك. بالنسبه لسوره الاخلاص شحال فيها من ايه؟ شحال فيها من ايه؟ فيها خمسه الايات. شحال؟ واش اربعه ولا خمسه الايات ولا سته الايات؟ حافظها بعدا؟ حافظها. أو سورة الإخلاص؟ حافظها. واخا قرأها علينا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شحال فيها من آية؟ ما فيهاش أربعة ولا خمسة. سورة الإخلاص ثلاث آيات. ثلاث آيات؟ أربع آيات آسف. علاش قلت أربعة وقلتي دابا ثلاثة؟ لأن ما خطرش على بالي السؤال أصلاً. نعم. فيها أربعة؟ أربع آيات أيوة. كلمة تقولها للمشاهدين قناة شوف تي في، أنت كمصري يعني هنا في المغرب؟ والله بالنسبة لي أنا كمصري، يعني أنا أول زيارة لي المغرب بصراحة، يعني أنا استمتعت جدا بقى لي 10 أيام تقريبا، ولسه قدامي إن شاء الله 15 يوم عشان أسافر، لكن أنا مش حاسس بغربة أبدا. البلد جميلة، جوها جميل جدا، ناسها كلهم مضيافين وطيبين. أنا تشرفت جدا بزيارتي البلد دي، وإن شاء الله ما تكونش آخر زيارة، لازم أجي تاني بإذن الله. وكيف ما شفتوا معنا مشاهدينا، في الاجوبه ديال المواطنين كانت مختلفه ما بين اجوبه صحيحه واجوبه خاطئه، والجواب الصحيح كان هو اربعه الايات اللي كاينه في سوره الاخلاص. بهذا كنكون وصلنا نقطه نهايه حلقه اليوم برنامجكم رمضانيه. نتلاقاو غدا ان شاء الله في امان الله.